وبمناسبة الإنذارات، معاك 3 كروت، أوكي؟ أصفر وأحمر وأخضر. التلاتة لظواهر في الرياضة، يعني تدي كارت أحمر لظاهرة إيه في الرياضة المصرية مش عايز تشوفها تاني أبدا؟ أدي كارت أحمر لظاهرة عدم وجود جماهير. ما ينفعش الملاعب ما بقاش فيها جماهير، يعني ده أنا مش عايز أشوف الظاهرة دي، إن ما بقاش فيه جمهور في ملعب مش عايز أشوفها. يعني أكن بالظبط فيلم في سينما من غير جمهور، فالفيلم شغال لمين؟ لا شيء. ملعب كده، إحنا لما بنلاقيش حد في المدرجات دمه تقيل جدا، المباراة دمها تقيل جدا، فده دي الظاهرة اللي ما مش عايزة تبقى موجودة في ملعبنا تاني. كارت أصفر تحذير وائل رياض بيخرجوا أو بيطلعوا إنه الظاهرة دي في طريقها إن هي تكبر، الظاهرة طبعا يعني أكيد سلبية، ظاهرة المجاملات الإعلامية. ظاهرة المجاملات الإعلامية، بحذر الناس الإعلاميين اللي متواجدين انقلوا الحاجة بما يرضي الله. كل اللي في الساحة ناس محترمة جدا، ناس كويسة جدا، ناس فيهم نجوم كورة سابقين، إنما في أوقات بنبقى محتاجين إن الأحداث كلها تنقل بنفس الطريقة. يعني إيه بنفس الطريقة؟ يعني المدح والذم يستوي الاثنين. لما تبقى عايز تنتقد لاعب انتقده، بس لما يعمل حاجة كويسة ادي له حق، والعكس صحيح. طيب كارت أخضر بقى، يعني وائل رياض بيدعم هذه الظاهرة بكارت أخضر. كارت أخضر ظاهرة حب اللعيبة لبعضها حتى المتنافسين، يعني بعد المباراة يبقى فيه ود وحب في المباراة، يبقى فيه تنافس شديد قوي جدا بدون أذية، إنما بعد المباراة الناس تسلم على بعضها، الناس تحضن بعضها، ما يبقاش فيه أي مشكلة خالص. المديرين الفنيين يروحوا لبعض يسلموا على بعض، ويبان ده للجمهور ويبان ده للناس. أنا نفسي الظواهر دي تزيد. يعني